عملت ايه يا زمن تخلي اليد دي محتاجه؟ قول لي يا باشا، انت ازاي ماشي بالتوك توك وعليه الحاجات دي كلها؟ حاجات خفيفه حضرتك. خفيفه ازاي يعني؟ دول كلهم تغلوا نفر يا راجل. اه والله. تمام، يعني الحاجات دي كام كيلو؟ يعني دول كلهم 28 كيلو. 28 كيلو. بس ده سفنج. تمام. يعني ده مرتفع سفنج عادي، وبعدين المشوار قريب. انت عارف تمشي بالتوك توك وهو كده اصلا؟ اه طبعا. مفيش اي مشكلة بتقابلك؟ لا لا، مطب لا لا اي لا حاجة؟ مفيش اي مشكلة. لأني انا سايق بعجل برضه، مش بجري. تمام. قول لي نقلة زي كده دي تتكلف كام يعني؟ يعني أجرة التوك توك ولا ايه؟ اه أجرة التوك توك. اه 20 جنيه حضرتك. تنقل الحاجات دي ب 20 جنيه. تمام، وده اوفر للزبون من ان هو عربيه نص نقل او يستخدم عربيه. اه طبعا ده اوفر. العربيه نص نقل هتقول له 100 جنيه. تمام، يعني العربيه هتقول له 100 جنيه. انت لما تاخد 20 جنيه ولا حاجه. 20 جنيه هو بيديني 5 جنيه شاي، 25 جنيه. قول لي بقى يا اسطى، انت عارف تعيش اصلا في الاسعار اللي احنا فيها دي؟ لا بالصراحه الدنيا غلا. تمام. انا معايا 7 عيال. 7 عيال؟ اه والله. وقاعدين فين حضرتك؟ والله قاعدين في اوضه تحت السن. وسايبين الشقه كلها وقاعدين في اوضه؟ ما عنديش شقه والله، انا راجل بواب. تمام. انا راجل بواب، ما عنديش شقه، معايا 7 عيال. وامهم طبعا. امهم والله. وابوهم. وابوهم. وجدتهم طيب؟ لا جدتهم في الصعيد. لا امهم وابوهم بس. اه. بتاكلوا لحمه كم مره في الشهر؟ انا والله يمكن ادري 15 يوم ما اكل. 15 يوم؟ اه الدنيا غالية. كيلو لحمه بيخوي بطبيخه 150 جنيه. كيلو اللحمه ب 75 جنيه. تمام. الطماطم النهارده بكام؟ ب 10 جنيه. تمام. الباميه ب 28. اه. يعني اروح اجيب كيلو لحمه وباميه وبطاطس 120 جنيه؟ يعني انا النهار كله بدخل 30 40 جنيه في اليوم. انا بشرب 10 علبه سجاير ب 10 جنيه. تمام. ومراتي بتاخد 30 جنيه مصاريف. تمام. هادي شغل. الله يكون في عونك. الله يكون في عوني طبعا، انا قعدت يوم وتعبت يوم، العيال ما ياكلوش. والسبع عيال دول كلهم في مدارس؟ والله بصراحه بامانه ما معايا غير عيل واحد في مدارس. والباقي؟ البنات ما دخلتهمش مدارس. ليه بقى ما دخلت؟ الظروف. يعني انت مش عايز البنات يتعلموا ولا عشان الفلوس؟ لا عشان الظروف. اصرف على مين ولا مين؟ انا آه. امكانياتي ما تنفعش. ما ينفعش ان انا اجري بنات واصرف واروح واجي. ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك لك. اللهم. عايز اشوفك كده وانت ماشي بالتوك توك والحاجات دي عالي. اه تركب معايا؟ ربنا يخليك. هو في مكان اركب فيه؟ واشكي لي من يان لعطف خالتي رضاني، لعطف خالتي رضاني ولا حنان.